شغل مقطع رقم واحد. وذكرت أن كثيرا من العلماء يرون أن كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، هكذا يرونهم أن معجزات الأنبياء يمكن أن يجريها الله على أيدي الأولياء بإذنه طبعا، مثل إحياء الموتى، مثل شفاء المرضى. ده خنجر سعودي قال العلماء، قال علماء يا كذاب يا محتال، علماء بيروا انه بشر بيحيي موتى، هو البشر بيموت. ربنا سبحانه وتعالى قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، الاحياء والاماته والخلق والرزق الاربعه ديل. الله قال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم، واحده من الاربعه ديل، واحده بس ما كلها، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وانا ده بعنف عليه ليه؟ لانه ده زول قرى التوحيد. سعوديين ده بيقروا التوحيد من الروضه، الكتب بتاعت التوحيد اللي احنا بنجي نقراها بعد الجامعه دي ديل بيقروها فينا الروضه يا اخواننا. ده عنده عذر؟ ده عنده عذر يجي يقول انه بيحيوا الموتى؟ ربنا قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي، منو البحي، كذلك يحيي الله الموتى. والله آية واضحة، ويريكم آياته، دي آية الله لعلكم تعقلون. هذه الناس مجرمين، بس ناس جاحدين للنعمة اللي هم فيها، والله جاحدين. ده لو كان عاش في بلد زي بلدنا دي وعاش في قرية كلها قبة فيها 99 قبة، ده كان حيكون فرعون ولا كان حيكون شنو؟ ده عاش مع الموحدين ودرس كتب التوحيد وعاش في بلد العلماء ذاته، بلد العلماء ذاته عاش فيها، فوزان، العسيمين، بن باز، حتى الألباني جا قاعد درس في جامعة المدينة، يجي 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 يقول غير الله بيحيي الموتى؟ عدا قال كل ما كان شنو؟ معجزة لنبي قال جازت أن تكون كرامة لولي. كذب كذب. وبديك حجة واحدة بس لا غير، أعظم كرامة لنبي هي شنو؟ القرآن. أعظم معجزة لنبي هي شنو؟ القرآن. أها، كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. في قرآن بيقدر يجيب ولي؟ يا مستهبل يا دجال، ما في كلام زي ده. دي قاعدة باطلة، الصلاة الصوفية وأصل القاعدة هم قلبوها عكسوها، قلبوها، هي كل كرامة لولي معجزة لشنو؟ لنبي. ليه؟ لأنه الولي الصالح ده الله ما أكرم الكرامة إلا لاتباعه لنبيه. عرفتوا الفرق يا جماعة؟ لكن معجزات الأنبياء دار تشيلها تديها للناس الما أنبياء. وطيب ليه ربنا أدى الأنبياء آيات أو تسمى عند بعضهم معجزات؟ ليه؟ ليه؟ ليتميز النبي والرسول من غير النبي والرسول. فلو كان النبي والرسول معجزاته دي كلها بيدوها للأولياء، ما كان في فرق بين نبي ورسول وبين زول غير نبي ورسول. فهمتوا يا جماعة الحتة دي؟ فدي الناس مستهبلين، دي الناس مجارمة. وده أزول ده إخواني، أنت قال شنو؟ ده إخواني كبير جدا اسمه محمد موسى الشريف، تلقاه في التلفزيون وفي غيره، إخواني، ده إخواني كبير من قادة الإخوان المسلمين في السعودية. هذا الرجل شوف عقيدته، عقيدة وسخة وعقيدة سيئة وعقيدة شركية كمان. طيب